علاقة صداقة مميزة بتجمع الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبة بالفنان السوري محمد المجذوب، وهالأمر عم نلاحظه من خلال الصور اللي بيتم نشرها على صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو طريف حصل عليه الجديد أونلاين ظهر فيه محمد المجذوب هو وعم يصر على ستيفاني بتأدية أغنيته الشهيرة طلع النهار، خصوصا بعد ما أبدت ستيفاني إعجابها بهالعمل اللي لاقى نجاح كبير. هالفيديو تم تصويره بمطار دبي الدولي لما التقى الثنائي بهالمكان هني ومتجهين إلى بيروت بعد ما كان لكل حدا منهم عمل فني بدبي. انا رح اقول لك كانه انا ايقاع اوكي وانا مغني على طلع النهار مثلا طلع النهار اوكي يلا انا رح بلش قبل انت بدك تكملي ما تدقي انت هيك بس ركزي بالايقاع ما تطلعي اوكي طلع النهار والشمس شقت طلعتي سريع حبيبي وانا على نار طلع النهار النهار طلع النهار كثير منيح وزنا صح خلص بينشغل عليها خلص بدك المستقبل انا فبعد هالفيديو العفوي والديو الغنائي اللي جمع محمد بستيفاني ممكن بالفعل يشجع ستيفاني تتلقى دروس خاصة بالغنى لتخوض هالمجال بعد ما أدت أدوار عدي ومهمة بعالم التمثيل أم إنها مجرد لحظة مميزة جمعتها بزميلة؟ ولكن ما منقدر ننكر انه ستيفاني بتمتلك روح الفكاهة والطاقة الإيجابية مثل محمد، ويمكن يكون هالسبب هو اللي عم يخلي هالصداقة تظهر يوم بعد يوم.